السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، معكم محمد أنديل وحلقة جديدة من لسعة أنديل. خلوني في الأول أعترف لكم باعتراف. زمان واحد صاحبي قال لي حاول تبعد عن السياسة لأنك ممكن تسمع تصريحات تجننك. قلت له يا عم أنت بتبالغ، أقسم بالله كده كتير قوي. ما هو لما حركة حماس بعتت وفد يعزي في الهالك أبو سليماني قلنا دي غلطة ومش مقصودة، وقلنا وقتها إنه لزاما على الحركة إن هي تقدم ما يثبت ولاها لأهل السنة والجماعة مش للشيعة. أو ما الاقي حركة حماس بتدين محاولة اغتيال قاسم سليماني ذات نفسه، وده على لسان المتحدث باسم الحركة حازم قاسم. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. لا وكمان بيقول لك ده بيخدم المشروع الصهيوني. بصراحة أنا مش عارف أضحك ولا أبكي ولا ألطم على التصريح ده. بقى يا حركة حماس اغتيال قاسم سليماني بيخدم المشروع الصهيوني؟ ما هو معلش أصل الواحد لما يقول حاجة المفروض إنه يثبتها. أنا بصيت على السي في بتاع قاسم سليماني بتاعكم، لقيته إيراني فارسي حقود على العرب وعلى السنة، تسبب من مقتل مئات الآلاف من العرب السنة في سوريا والعراق واليمن، ميليشياته بتحتل أراضي عربية، ميليشياته هجرت ملايين من العرب السنة من مدن عربية كاملة. فوق ده وده كان مشارك في الحرب الإيرانية العراقية، وفوق كل ده عمري ما شفت قاسم زفت سليماني بتاعك ده بيقود ولو معركة واحدة بس ضد أم إسرائيل. تقوم سماحة أقصد حماس تقول إنه قتل سليماني يصب في صالح الصهيونية. بأمارة إيه؟ أنتوا عايزين تجننونا ولا إيه؟ يا عم أنت وهو يا جماعة حماس هو في ايه؟ هو انتوا مش شايفين زفت سليماني ده بيعمل ايه يوميا في اخواتكم في سوريا والعراق واليمن؟ انتوا مش شايفين ايران بتعمل ايه؟ مش شايفين ان هي بتبعت صواريخ باليستيه للحوثي في اليمن علشان يضرب منها السعوديه السنيه، بينما انتوا في غزه بيبعت لكم مكونات صواريخ نظام اضرب واجري علشان تهوشوا بيها الكيان الصهيوني، ترموها على الكيان الصهيوني وقت ما ايران تامركم بانكم ترموها عليهم، فتقوم ايران تساوم امريكا على وقف صواريخ اضرب واهرب مقابل ان امريكا تمنحها مجموعه من الامتيازات على حساب العرب السنه، تمام زي ما حصل في الاتفاق النووي بالظبط، ويقوم الصهاينه يتشحتفوا قدام العالم كله والدول المظلوميه وياخدوا العذر طبعا بقصف المدنيين في غزه، ويموت اخواتنا الغزاويين جراء القصف، ويزيد رصيد الحمسويه في البنوك، ويزيد العمارات اللي بيملكوها، ويركب اولادهم احلى العربيات. اولادنا 12 سنه اكلوا من اعمارهم وضيعوا من حياتهم، ليش؟ ابن المسؤول الحمساوي بقى عمره 20 سنه وله سياره وله جيب وله عمار، وابن اولادنا لا يملك من الحياه شيء، وين العداله؟ وهذا الحكم اللي بحكم لنا اياه بنوار وهنيه. معلش هو سؤال، هو انتوا بتتعمدوا تشوهوا القضية الفلسطينية؟ بتتعمدوا ان انتوا تخدموا الصهيونية؟ وللأسف خدمة مدفوعة الأجر من دولة عربية إسلامية كان اسمها زمان قطر، حاجة تحرق الدم والله. لا وبيقول لك اغتياله يخدم المشروع الصهيوني في ظل التوغل الأمريكي. يا حماس يا اخوانا حبايبكم القطريين عندهم أكبر قاعدة أمريكية عسكرية في الشرق الأوسط، تم ضرب واحتلال العراق منها، وعندهم في الدوحة مكتب تمثيل دبلوماسي إسرائيلي. القطريين اللي بيبعت لكم العمادي اللي بيجيب لكم الفلوس من خلال مكتب نتنياهو، وما انساش أفكركم بحبيبكم خالد مشعل اللي رايح جاي على تركيا عشان يمنح الأتراك لقب المدافعين عن القضية الفلسطينية. هم كمان بالمناسبة عندهم قواعد أمريكية على أرضهم وأعضاء في حلف الناتو، وعندهم علاقات تجارية واستخباراتية وعسكرية مع الكيان الصهيوني، والعالم الإسرائيلي بيرفرف خفاقا في قطر وفي تركيا، واتفاقية التطبيع الإسرائيلية التركية لسه حبرها ما نشفش. فأقسم بالله إن تصريحات حركة حماس وأفعالها من التناقضات والفجور اللي فيها حاجة تحرق الدم والله. وعلشان كده أنا بوجه اللسعة دي لصاحبي اللي قال لي هتتجنن وأقول له أنت قلت لي إن بعض التصريحات هتجننك، وما قلتليش إن بعض التصريحات ممكن تغلطك او تموتك ناقص عمر. اقسم بالله حاجه تغلط، ولسه يجي لك واحد عربي محترم يجادل ويناقش معاك ويقول لك حماس ممثله السلطه الفلسطينيه. سامع واحد من بعيد بيقول حاجه، تعال اقول قول ما تخافش. ايه؟ بتقول ان حماس ما لقيتش دعم عربي يخليها تصارع الصهاينه وتقارعهم وتحاربهم، فعلشان كده اضطرت تروح لايران. طب يا حبيبي اقعد كده واهدى واشرب كركديه واسمعني. اذا سلمنا جدلا ان حركه حماس ما تلقتش دعم من العرب، علما بان الدعم موجود على فكره، بس الدعم اللي بتبعته مصر والسعوديه والاردن والامارات دعم مش حلو. اصلهم بيبعتوا مستشفيات ميدانيه وبيبعتوا ادويه وبيرمموا منازل وقعت اثناء القصف، وبيبنوا مساكن لاهلنا في غزه ومستشفيات وملاعب وحاجات زي كده. انما ايران وقطر ما شاء الله بيبعتوا كاش، والكاش ما فيش احسن منه لانه بيتحول لعمارات وعربيات ومحلات وارصده في البنوك. وبرغم كده هقول فاقد الشيء لا يعطيه. فازاي ايران اللي بتحتل اراضي عربيه وبتقتل العرب ممكن تنتظر منها ان هي تساعدك علشان تتخلص من احتلال؟ المساله بالعقل يا جماعه، وكفايه جلط لحد كده. اسال الله ان يهديكم يا رجال حماس، فمن بعد الشهداء احمد ياسين وعبد العزيز الغنتيسي عليهم رحمه الله وحالكم بقى عجب. ومش عايز اتكلم عن اغتيالهم في غضون شهر واحد، لانه واضح ان اغتيالهم كان مقدمه للمشاهد الغريبه والعجيبه اللي بنشوفها دلوقتي. ربنا يهديكم، اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.